السلام عليكم اخوتي، هذا واحد الشفار طمع في واحد السيد كبير سرق بدون ديال الزيت. تبعوا الفيديو وتشوفوا الطريقه اللي سرق بها ان شاء الله. شوف على فورما وعلى قلده وعلى هيئه وفاش طمع. عدي شويه التفاح شويه البان، انا يخليه هنا يسمع فيه. عطين السيد يوزن وغادي يوز بدون الزيت. شو الطريقه اللي يعمل لها؟ ها هو يوز دابا، شوف ها هو عمله من تحت. ما راتش البال الكاميرات. هو كيزيد البنان تما مع التفاح، غادي يسمح في الصخرة وغادي يمشي. واللي شاف هاد الفيديو اخوتي بارطاجيه باش توصل لجميع المغاربة، باش يردو بالهم من هاد المسخوط هذا. ها هو هز بدون الزيت، ها هو مشى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.